ما من شك بأنه هذا القرار رغم أنه سابقاً كان معمول به من مصلحة السجون لم يكن هناك يعني إفراج منهلي كما يعرف خلال السنوات الأخيرة، لكن دخوله حيز التنفيذ ضمن سياق قانون هذا يعني القضاء على أمل الأسرى الفلسطينيين من احتمالية إعادة تفعيل الأمر الذي يتطلب ربما المزيد من الجهد والعمل من أجل استعادته. الآن فيما يتعلق يعني هذه القضية من جانب آخر، يمكن القول بأنه هذا قد يفتح شهية إيتمار بن كبير على المزيد من القوانين بحق الأسرى الفلسطينيين. نعم هو جاء بسلة كبيرة من الإجراءات التي أراد اتخاذها بحق الأسرى، لكنه اصطدم بحائط صد قوي وهي مصلحة السجون التي رأت أنه سياسة إيتمار بن كبير قد تفجر السجون. لكن من الممكن أن يذهب باتجاه التضييق من الخارج بمعنى بعض القوانين التي قد من خلالها يسحب بعض الامتيازات التي حققها الأسرى، التضييق عليهم وعلى أهليهم من خلال الزيارات، سحب الكثير من المواد التي تباع لهم في كانتينا السجن وغيرها من الإجراءات، أو ربما الذهاب باتجاه قانون جديد يريد إيتمار بن كبير سنه كما لمح سابقا، وهو أن يكون هناك تشديد في العقوبات في حق الأسرى الفلسطينيين. بالمجمل نحن أمام شخصية عنصرية متطرفة تتبع للراب دوفلي أور، ويعني تتبع تاريخيا للحاخام كوك الذي يرى بأنه الفلسطيني يجب أن يكون تحت التراب أو خارج هذه البلاد، وهذه عقلية إيتمار بن كبير. تاريخيا هذا القانون كانت إسرائيل بالمجمل تتعامل مع كل الأسرى الفلسطينيين، نتحدث من السابق قبل تحديدا 15 عام وكان يشمل الجميع، لكن كلما ارتفع حكم الأسير كلما لم يعد يستفيد من هذا القانون، بمعنى بأنه الأسير المحكوم حكم قليل نوعا ما كان يستفيد أكثر من الأسير المحكوم 20 عام على سبيل المثال، لأن المحكوم 20 عام كان فقط أقصى ما يحصل عليه هو 6 شهور مثله مثل المحكوم 8 أعوام أو 9 أعوام. لكن في السنوات الأخيرة حتى هذا الحكم لم يكن ينفذ، أو هذا الإجراء لم يكن ينفذ على الأسرى ذوي الأحكام العالية، من منطلق بأنه إسرائيل رأت بأنه لابد من أن ينال الأسير الفلسطيني عقوبته كاملة، ولابد من الإجحاف بحقه، ولابد أن يكون عبرة لمن خلفه من الأجيال اللاحقة، ومن أجل التضييق عليه إلى الحد البعيد. ودعيني أشير بأنه مصلحة السجون تتعاطى مع الأسير الفلسطيني في بعض القضايا البسيطة الرمزية التي لا تؤثر على الأمن تحت سياق لا تنسى أنك أسير، وتضيق عليه من منطلق التضييق وليس من منطلق وجود داعي أمني أو دوافع أمنية أو دوافع ربما من خلالها إسرائيل تريد ضبط الحالة وضبط الإيقاع الأمني. من الناحية العملية هذا الموضوع ليس سهلا، لكن دعيني أقول بأن تجارب الأسرى السابقة من خلال الضغط على مصلحة السجون ربما تدفع مصلحة السجون إلى الاتجاه بالذهاب والضغط على يعني الحكومة والضغط على وزير الأمن القومي من أجل التراجع عن هذا القانون. لكن الآن هناك في محكمة العدل العليا توجه باتجاه دراسة ما سنه إيتمار بن كبير والذهاب باتجاه ربما إلغاؤه، كون هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى داخل السجون، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على مصلحة حتى السجون. ودعيني أشير بأنه أصلاً هذا القانون الذي كان معمول به سابقاً الهدف منه كان تخفيف الاكتظاظ في السجون وليس رحمة بالفلسطينيين، من منطلق بأنه زيادة الأعداد تؤدي إلى زيادة المصاريف على الحكومة الإسرائيلية وزيادة الأعباء. وبالتالي نعم من الممكن أن يكون هناك إجراء قانوني داخلي إسرائيلي من خلال محكمة العدل العليا باتجاه إلغاء هذا القانون، وهذا وارد بقوة.